مرحبا بكم مشاهدينا حلقه جديده من برنامج بوبوب شو. كنتلاقاو بكم كل سبت وكيكونوا معنا جوج ديال المبدعين المتالقين في المجال ديالهم. طبعا اليوم غنتكلموا على الثقافه والفن مع ابتسام كتيبي وجوج ديال الضيوف الاعزاز علينا بزاف. جوج ديال المبدعين المغاربه، المغاربه كيعرفوهم مزيان، كيبغيوهم، تيبغيو الافلام وكل ما كيقدموا. ممثل ملك اخميس، مساء النور ومرحبا بك معنا. مساء النور وشكرا على الاستضافه. والمخرج هشام العسري الغني عن التعريف. صافا هشام؟ كلشي مزيان. مرحبا بك. شكرا. اليوم جيتوا باش تكلموا لنا على الجديد ديالكم، فيلم الروكيه حاره اللي اكتشفوه لي بلو شانسو نقدروا نقولوا في مراكش مؤخرا في مهرجان الفيلم بمراكش. حنا غادي نقدموا للمشاهدين لا بوند انونس ومن بعد نرجعوا نتكلموا عليه. المؤلف حشاك يرحم الوالدين، سيروا في حالكم ضربوا طويره. هذا الفيلم انا اصلا ما فاليديتوش. ما كاين لا ضحك لا تقشاب لا والو، سيروا بدلوا الساعه باخرى. قالوا لك انت ماشي راجل. واخا نايضوا في الزباله، شنو ذنبي الا ربي طيحني في والدين هكا ماش دايرين. هشام، مروكيه حاره، انا كنعرفك مزيان ومفرج بزاف ديال الحوايج ديالك وعارف بان عندك واحد النظره مختلفه. هادشي اللي قالت فدوى طالب في واحد الاستجواب طبعا، وفي العنوان كتقول بان مروكيه حاره استمرار البصاره اوفر دوز ورؤيه هشام العسري في الاخراج مختلفه. انت كتقول بانه كيمزج العبث والساركازم والمنافسه في مهرجانات خضراء فوق عامه، انه الناس اكتشفوا الفيلم في مهرجان مراكش فيعود هشام العسري كما تعودنا عليه. علاش بغيتي نجاوبك؟ علاش بغيتي نجاوبك؟ انا كنقول لك صافي انا عطيتك طاجين ديال الاسئله. انا عطيتك وبدا يلا كيما بغيت. اول حاجه اون فيت مروكيه حاره هو انا ملي كنا خدمنا انا وفدوى طالب ملي اخترعنا هذيك الفكره تاع بيسارا اوف دوس بور موا سيتي ان ترافاي دو ريشيرش، زعما دي بورتري سوسيولوجيك على واحد لا كاتيغوري سوسيو بروفيسيونيل. قبل منها كنت درت نوفازين فتوى مع صلاح بن صلاح، ودرت بيسارا اوفر دوز مع فدوى، و بور موا سيتي دو لا ريشيرش، سادير كيفاش كنعاودو نستعملو الكاميرا بواحد الطريقه مختلفه، كيفاش نخلقو بوان دو في ديفيرون، يعني اون تيرم دو غرامير سينيماتوغرافيك كيفاش نمشيو لبلاصه اخرى. واللي كان زوين في لي بروجيات بجوج وحتى الاخرين اللي درتهم هو ان الناس تفاعلوا معاهم بواحد الطريقه بعد مره عفويه بزاف. صحابوها بصح هي فاقت واحد النهار طالع لها الدم بدات كتهضر وبحال صالح بن صالح. دونك حتى الممثلين يعني رده الفعل تاعهم مع الجمهور كانت غريبه بزاف باسكو تخلعوا بجوجهم. قالوا لي نفس الحاجه، قالوا لي احنا راه ما فهمناش، حطيت الحلقه الاولى درت شي 1 مليون 2 مليون 3 مليون تخادت وتحطات بزاف بزاف تاع سميتو ولات بحال تكون ابيل لا ميميفيكاسيون ولات ضيعه وهي تخلعت. دونك هنا لقيت بان كنجاوبوا على واحد الفكره زوينه على المجتمع، كيفاش نقدروا نهضروا على المجتمع من خلال شخص منه وكيفاش يكون عنده واحد الواقع كبير بزاف. يعني ما كنقولوش شي حاجه ما كايناش، ولكن كنقولوا شي حاجه اللي هي بديهيه ولكن ما عمر شي واحد حط سماها بهالطريقه. ومن تما جاتني الفكره كيفاش نبينوا الكوليس تاع سافي، باسكو سكي انتيريسون بيسار اوف دوس كتهضر على راسها كتبان واعره ومجهده وقبيحه وما كتقاداش توسا، وملي غنصوروا الكوليس تاعها الباك ستوري كتبان لك هذيك الجهه تاعها، ولكن غتلاقى مع وحدين تما نيتهم ناقصه اكثر منها واحد الشعب اخر. وديكو اون فيت ولينا في لا كوميدي باسكو سي سا كي انتيريسون، ني دون لا كوميدي دون لا كوميدي نوار باسكو سا ريست سوسيال لا كوميدي نوار. ولكن بغيت نبين واحد الحاجه اللي زوينه بزاف عند فدوى اللي ما تيعرفوهاش الناس، هو انها سين غون تراجيديان. سي كالكان اللي غادي يمشي معاك لا كوميدي كيعرفوها بزاف الناس في لا كوميدي باسكو خدمت معايا ميم في كنزة الدوار البيرسوناج تاع مرات العطيس في الدرب مثلا انا اللي كنت صورت كنعرفها كيفاش كتطور. وبغيت نبين الكوتي تراجيديا يعني كيفاش في الاخر غتبقى فك كيفاش تعطينا واحد ليموسيون اخرى جديده. وكان التشالنج بالنسبه لي انا كشخص هو كيفاش نكتب شخصيه تاع نسويه بدون مال جيس بدون هذاك التخربيق اللي تقدر تحطهم اللي كتكتب يعني كتبغي دير بيرسوناج اون فيت تاع مرا. مالك هذا ماشي اول عمل كتشتغلوا فيه بجوج انت وهشام العسري، شنو اللي كان مختلف هذه المره بالنسبه لك؟
ودائما اي عمل مع هشام مختلف ياك كل الشفافات الجديده نو مي سي هذا هو الجميل في الخدمه مع هشام العسري اننا لا اون في با لا مونوتوني سي لا ما كنملوش من طبيعه الحال وكل دور مكتوب كما كنقولوا حنا الحق وطريقه كيخليك انك تغوص اعماق الشخصيه ويخليك انك تبحث وتنقم طبيعه الحال هذا العمل انا كنظن انه مختلف على الافلام اللي دار من قبل لانها كما كنقولوا المتفرج يتماهى مع الفيلم كيمشي مع الفيلم وشنا لا رياكسيون اللي كنا في لافون بروميير اللي كانت في مراكش هذا هو الجميل في ذلك تالي بيرسوناج كل بيرسوناج معروف كما كنقولوا ماشي بحال الافلام الاخرى لان خصك واحد ملي كتفرج من طبيعه الحال خصك تفهم كل شيء خصك تبقى خصك مركز باش تفهم كل شيء من طبيعه الحال هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى ان هشام كيخليك الباب مفتوح انك تبدع وتمشي غادي نغوصوا في التفاصيل يلا نبداو باول فقره نبداو من الاول مروك يا حرة جديد هشام العسري مع نخبة من الفنانين البطولة هي الفدوة طالب فدوة اللي شفناها مسكينة كتجري حتى كتسخف تعذبات معك فدوة هشام تنظن بحال في كاع الافلام تاعي الممثلين اون فيت سي تري فيزيك انا الادوار اللي كنكتب لكاع الممثلين سي تري فيزيك وملي كتبت السيناريو انا عرفت بانني الا ما بغاتش فدوة تمثلوا ما غنديرش هذاك الفيلم زعما قلتها لا 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 وني زهاب بدوان حنا كنحترموها ولكن ما عندهاش لو تالون دو تراجيديان اي دو كوميديان تاع فدوى اون فيت بعض المرات بيان سور كل احترام هي البطله تاعنا بالنسبه لي انا حتى انا كنطرح راسي دي تشالنج الا ما كانش تحدي في الفيلم عمري ما كنمشي كندير فيلم كنعرف كيفاش غنديرو كنطرح راسي تحدي كنكتب هذاك التحدي كنحاول نمشي به ماكسيموم اللي كنوصل للتورناج داكشي اللي كنفرض على فدوى كنفرضو على راسي حيت انا اللي كنجري وراها انا اللي هز الكاميرا انا اللي كنكادري مي فيلم دونك غير انا كنتريني العام كامل فدوى ما عزيش عليها دير الرياضه هذا هو الفرق عطيت السيناريو ماشي غير فدوى بوحدها لان تكلمتي على الممثلين كاملين لا مالك مازال كيدير الرياضه ما عندوش مشكل ما كيعرفش يعوم هذا حاجه اخرى كل واحد على البوان فامي تاعو تنشدو من تما كنحكمو اي بور موا اون فيت فدوى قلت ليها هالسيناريو ست شهور ولا مع 9 مواقع قبل من التورج قلت لها كي خاصك تكوني اون بون كونديسيون فيزيك موجوده غازي حركي شي شويه الفو فيغ دي زعما الفو سونتريني ان تي بو تو سا قالت لي هذيك تاع كون هاني توصلنا للتورناج كتجري واحد اللحظه باسكو موا جو تون بزاف لي بريز ما كنصورش اللقطه وتندوزو كنقلب على دي نيونس كنقلب على دي بتيت شوز بعد مرات سي لا سينكرونيزاسيون بعد مرات سي لا كوريغرافي تو سا دونك هذاك الجري خاصها تجري بصح ما كاينش داك العرض البطيء اي تو سا دونك سا دوفيان تري فيزيك يعني وبعض المرات كنحاول ندفع لو كوميديان حتى ما يبقاش يمثل كيولي لو بيرسوناج يعني ديك لا ريبتور فيزيك سي كيولي خايف بصح ولا سخفان بصح باش ما نبقاوش في التمثيل حيت لو رول اي لي فيسيرال زعما من الخارج من هنا ماشي كنفكروا كنحاول نخلق دي شخص اللي كتحس بهم ماشي ضروري تفهمهم سي لا مالك يقدر يجاوب صلاح بن صلاح بيان سور عزيز حطاب قلت لي ما تمثلش اصعب حاجه تقولها الممثل هو تقول لي ما تمثلش مالك قلت لها اسكت لا انا نرجع لهذ القضيه نرجع للماء نرجع للماء مهمه هذه النقطه انا جاي نفوبي دلو وعندي في البحر مرايكم غيحطني في واحد ان بلونش وغيحطني في الماء واش نقول لك حدا الصخر والمواج كانت انت مرات الخير المواج كانت طلابط وانا هنا والخلعه اللي شدتني لا لا وقلت لي سد عيني وقال لي سد عيني مع المواج انا اش نقول لك جاتني ماشي الدوخه جاتني الدوسه جاتني الدوخه والخلعه اون بليس وشاديني كنقول ناري مهمتي هذا مع شي صخره هو هو il est concentré sur ce qu'il fait il y a un moment donné انا مودي جي مسيدي il faut que je me concentre خصني نركز باش ننسى واحد الله شويه صورنا خرج والله الا خرج للدار ما بلا ما نقول لكم اجرى لي هنايا خرج كان لا زعما سيتي تري 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 ديفيسيل اون بليس انا جو دي جو ردي في البحر مورائكم مورالمون اي فيزيكمون لا اله الا الله مي ملي كتشوفي النتيجه سا
صافي كيهون داكشي كامل. لا سي فري اون بلوس اي سا سكي اي بيان باسكو كيما قال هو سي فيسيرال كنخرجوا من روسنا حنا تو سامبلومون لا بيرسون خرج من راسو باش كيمشي لو بيرسوناج والتجربه كلها كتكون مختلفه ومهمه. يعني ما كتخافش على لي كوميديان ديالك اللي كيلعبوا؟ يعني كنعرف انا كاين دي كوتش في سبور، كاين الناس بحال هكا كيديروا الاخراج كيبغيو يخرجوا الماكسيموم، كيكون بحال ما فيهمش الرحمه واحد وقت تقدر واش فهمتيني طرا لي شي حاجه وتقولوا في سبيل الفن. لا 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 انا كنحاول غير نفهم، انا كنحاول نطرا عاوتاني الشخصيه ديالك. انا بوغ موا كاين جوج الحوايج، يعني لونغاجمون تاع لاكتور سي ملي كيقبل ان رول il me fait confiance. هذيك لا كونفيونس هي اهم حاجه في البروسيس كرياتيف كامل. زعما الا ما دارش فيا كونفيونس راه ما غيمشي معايا حتى بلاصه، وداك الشيء غيبان قدام الكاميرا. الكاميرا عندها ديك القوه تاع ان ديتيكتور دو مونسونج، الا بديتي تحاول تمثل عليها كيبان داك الشيء، تيبان بارد ولا كيبان مفوص ولا خايب ولا شي حاجه. انا بالنسبه لابارتي دو مومون امباكت كنجلسو تنقراو سيناريو تنشرح فريمون سكون اتون. غير بعض المرات الناس ما كيحسوش بانهم لو ديباسمون دو سوا، بعض المرات سي با اون فالور. عندنا في المغرب ما كنحسوش بان تو ديباس، ما محسوباش ان فالور امبورطون، الوغ كو بور موا انا سي تري امبورطون. الا تجاوز نفسك بيان سور يعني لا ترونسوندونس، هادير كتجي انت معول دير هادي وكتلقى راسك بلاصه اخرى. الا ما طراتش هادي يا دو جوج الحوايج اللي ما كيعجبونيش انا، نمشي كنصور شي حاجه كنعرف نصورها، صديق كي كتكون داك الشيء بارد باسل ساهل، والممثل كيجي كيدير لي داك لا تكنيك سيتي تاعو كممثل، باسكو الممثل يقدر يكون بحال ان تكنيسيان كيجي كيدير لك دقه دقه. انا بوغ موا لا مش ما كنهضرش عليه هو، تنهضر على عموما حيت كاينين بصح دي كوميديا ما يقدروش يخدموا معايا. حيت كاين دي كوميديا كنعرفوهم تقريبا لعبوا نفس الدور حياتهم كامل. سكي بيان سكي بيان سي سا، انا هادشي اللي هادشي انا مع هشام سي بور سا جيم سون سينما، كيخرجك من راسك سي سا اوسي، ما كيخليش داك واحد. انا ماشي واحد زائد واحد تيكال جوج، زائد واحد تيكال ما نعرف انا دو فيرغول جو نسي با كومبيان. اجمل حاجه واجمل حاجه بالنسبه لي لو ميور كومبليمون كو جو افواغ من عند لي زاكتور، بعض المرات كنقول لهم ديروا شي حوايج ما تيفهموهمش في البلاطو، انا عيا ما نشرح ليه، انا عندي فيزيون في لا تيت كنوصل ليها، ولكن كنقول ليه دير شي حاجه كتبان لك مخربقه ماشي لوجيك، ماشي ني بور لو بيرسوناج ني بور ليسباس ني بور لو طون. حتى كيشوفوا الفيلم عاد باش هذا كيعني بانني ملي بديت كنصور الافلام تاعي يعني في 2003 ولا 2002 كان صعيب الكومينيكاسيون مع بزاف الممثلين اللي هما تراديسيونيل، كيقول لك ما عطيتينيش الحوار دونك ما كنمثلش. مالك اخميس كنعرفو من 98 اول واحد ان ما في كونفيونس، فواحد لو مومون جيتي بيرسون زعما كنت كنكتب سيناريو وتو سا، ولكن ماشي ما كتعنيش بانك الا كنت تعرف تكتب سيناريو كتقدر تكون مخرج. زوين نهضروا على هذا اللقاء الاول 98 كانت اون ريزيدونس ارتستيك قلتوا لي في الكواليس، و2003 كان اول كور ميتراج. مالك كيفاش اكتشفتي ديك الساعه هشام العسري و اول حاجه نوعا ما؟ اول حاجه هي لا فيبر اومان. انا دائما شوفي كاين لو كورون اومان كيدوز مع شي واحد، وهذه مهمة مهمة جدا في اي كنقول في الصناعة وسيرتو صناع السينما وفي الممثلين. ما كانش عندك هذه الانسانية في قلبك تدير حاجة أخرى، وإلا ما دارش الفيلينغ ما ما كاينش. أنا كنقولها إلا ما دارش فيلينغ ما غيكون والو. من تماك عطاني القرا لي قريت لك أنا نكذب عليك صافي أنا قنعك. لا ما قنعني لأن سي ان سينما كو جيم أنا بطبيعة الحال، ان سينما كي مو باغل كدوي معايا كدوي. الإنسان كيتخرم في العمل. فوالا كنتخرم في العمل وأنا شو تخي تخي فيدي. مالك أخميس موهبة يعني كيف ما قلنا في الأول غنية عن كل تعريف وتجربة تبارك الله، ديال شحال من سنة في أعمال مختلفة، المسرح، السينما، التلفزة. أنا بغيت نعاود نرجع غير للتجربة ديالك ديال 20 عام مع هشام. شنو كتشوف يعني الاعمال كلها اللي خدمتيها مع هشام، شنو ضافت الملك اخميس للممثل؟ واي عمل كيف ما كان كيضيف لك من طبيعته ما يحيدش الطبيب ولا الفرملي كما كنقولوا. مع هشام سي اوت شوز اوسي، مع هشام كتزادك بزاف الحوايج، كتزاد كما قلنا كيخليك انك تو ديباس، كما نقولوا حنا لو تشالنج اي لو ديفي. اي موا انا مع شويه ان بو مازو جادور سا، شويه انا كنقولها انا حربي، انا حربي انا هكاك انا جيم بيان سا. طونك سيرتو في تمثيل طونك سي صعيب كنبغي انا، علاش كيخليني انني نتعمق ونحفر. اي بطبيعه الحال هي تجربه غنيه انسانيا، غنيه فنيا، وكذلك غنيه من حيث كذلك الاعمال اللي درنا بجوج. واحد النهار تضربتي بصح نيت هي ماشي على مازو فوالا. واحد عندي لقطه في البحر من ورائكم، جاب
كنقولوا دو كومبارس، كنمشي انا خصهم يطيحوني ويضربوني. والله هذا النار المبارك حيت هو قال لهم ما تمثلوش. لا قال لهم ما تمثلوش والله قال لهم ما تمثلوش، بقاو يضربوا 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 كل اللي زرقيت. انا ودابا انا عارف انهم كيضربوا، ما قدرش نقول لا علاش، لان عارف الكاميرا حيت اون بو با سي نورمال، ما نقدرش نعاودوا، ما غتكونش ديك السبونتاني. تقول لهم مره واحده ولا ما كاين باس. نط نصبر، كنجري عليهم بالحجر. ما دارتش مره واحده، ما دارش قال لك يعاود السيكونس، ما دارش مره واحده، دارت الله يلا ما دارش مره واحده، دارت 57 المرات. قال لك يعاود السيكونس 87 مره، بدا كيبان 87 كيبان. لا اضرب. نمشيو للفقره الثانيه، نمشيو للفقره الثانيه واخا ما تخيناش بالاولى، يلا نمشيو دابا نشوفوا اش قالوا عليك. مروكية حارة هو الفيلم الجديد لهشام العسري، واللي فيه مجموعة من الممثلين ذكرنا طبعا في فدوى طالب في الدور الرئيسي، عزيز حطاب، شفنا منية المكيمل، الملكة خميس. أنا بغيت نعرف البصرة أوفردوز اللي درتيها، كانت واحد التجربة اللي درتيها في الإنترنت في 2016-2017، بغيتي تفهم من خلالها وكذلك تبين بعض الحويجات. الاستمرارية جات كهذا الفيلم ديال مروكية حارة، وقلتي بأنه فيه الباك جراوند ديال الشخصية، يعني ما وراء الطبيعة ديال فدوى طالب كما شفناها. كيفاش كانت ردة فعل الجمهور ملي شافوا الفيلم، وخصوصا انك انت ملي كدير شي حوايج كيصدموا في الاول بحال بصارة اوفردوز ملي بانت، ولا نوفازنين فتوى، ولا حاشا الكلام الناس، واش مروكية حارة خديتي نفس نفس الرياكسيون؟ هو مالك حتى هو يقدر يجاوب ديك الساعة، انك انت هو معك. كاين في صلاح بن صلاح، ايوب ابو الناصر، كرام العمراني، زعما الممثلين اللي كنعرفهم وخدمت معاهم. انا بالنسبه لي سي تري سامبل، التحدي اللي كان عندي في هذا الفيلم كيفاش ندير واحد الكوميدي نواغ كيتوش كي قريبه من الجمهور. سادي درت واحد الخطوه تجاه الجمهور، باسكو ما بغيتش نسد على راسي ونولي كاريكاتور تاع لو سينياس دو سينما دوتور. ميم كنتهكموا شويه على السينما المؤلف في الفيلم، كنضحكوا عليها حيت البيرسوناج كيهرس لو كاتريام مور، كيهضر مع السبيكتاتور، اي لو برون ا بارتي، وعندهم تشوا لو تيكست اللي تري زيكري، سان فريمون ان تيكست سيناريو تري زيكري، خدمت عليه جوست ابري هذاك، وخدينا الوقت باش نمونطيو باش نلقاو. بالنسبه ليا الفكره كيفاش نوصلوا الناس داكشي اللي ما تيقدروش يهضروا عليه، حيت كل واحد كيتصور راسه في واحد لو نيفو، واحد المستوى سد على راسه، ولكن ملي كنشوفوا في لا رياليتي كتلقى العكس. كيما دابا المؤثرين، الفرق بين داكشي اللي تيقولوا وكيفاش فين عايشين، لو كونتكست اللي فين عايشين، هنا كيبان داك التناقض، وداك التناقض خلقنا منه واحد الكوميديا سوداء، فيه شي حاجه اللي هي قاصحه شي شويه، ولكن بواحد الطريقه اخرى، طريقه موا اغريسيف، واحد الطريقه كنضحكوا على لي طاغتون، على المشاكل اللي عندنا، على الناس اللي كنتلاقاو معاهم، على لو اغسيلمون اللي كتعيشوا، ولكن او ميم طون هي ماشي سهله، هي صعيبه، باسكو جي ترافاي سور لو كونسيبت تاع لونتي ايرو، اي نونتي ايروين، واحد لانانا مجهده ما يقد عليها، كيخافوا منا الرجاله، تيوا هذا هو المغزى الاول، ما بغينا نهرسوا الكاريكاتور تاع المراه محقوره وداك الشيء. ابخي لو سي ان جورني، كل فيلم كامل ديس في ان جورني، اخيب جورني في حياتها، كلشي غادي تكرب، غتلقى راسها بانها حلت عينيها 30 عام، ما عندها لا بلاصه فين تسكن، لا خدمه، لا راجل، حتى شي حاجه، مجبوره من العائله، من الخطيب، من حتى من الناس اللي كتلقى بهم. مالك انت كيفاش شفتي يعني كيف كانت رده الفعل ديال الناس، كيفاش عشتيها انت؟ لا رده الفعل ديال الناس كانت جميله جدا، وانا جيتي اغريبلمون سوربري، ما كنتيش كتوقع. لا دوي قلتها لي انا بليس، انا بارلي دو سا. انا الجميل في هذا الشيء سي ان هوماج على فام اون جينيرال اي على فام ماروكان اون بارتيكول، سي ان هوماج للمراه المغربيه، وهذا الشيء هو الجميل، ان كاين بزاف ديال لي سيتوياسيون اللي حنا كاين بعض الناس ما يقدروش يقولهم في هذا الفيلم، غتشوفي ديك لي سيتوياسيون، كنقولوا حنا سي دي مور انغاجي ولي مور نوار كما قال هشام، هذا وكل شخصيه مقاده مصوبه، سي سا. واش كتشوف بانه هذا الفيلم اسهل فهما نقدروا نقولوا، لا بلوز اكسيسيبل كو الافلام السابقه ديال هشام العسري لو غران بوبليك، انا على الجمهور الواسع؟ كاين هم الكلاب اللي بطبيعه الحال ماشي كلشي يقدر يفهمو، انا زعما شخصيا كنشوف بانه يعني ماشي قراءته ماشي سهله، ولكن مختلف تماما على الافلام الاخرى. اما مروكية حارة وزعما اقرب الى الجمهور المغربي، اقرب الجمهور، انا كنقول غيتمتع لانه غيشوف راسو تماك، غيشوف يشوف الوالده ديالو، يشوف خوه، يشوف ولاد دربهم، اي سي سا، هذا هو الجميل، كتشوف واحد كنحكيو لك الواقع ديالك، وجيم بيان الناس يشوفوا روسهم داخل هذا الفيلم. الفيلم واش محصور في يعني في بيضاوه كنت غنقول، ولا واش الفيلم مغربي بيضاوي؟ ياك كازاوي، الناس ديال كازا غادي كنظن غادي يحسوا اكثر من المدن الاخرى. لا لا ماشي غير كازاوي، لا سمعين، الفيلم كنقول انا مغربي
وتدير انا سي فيلم يونيفرسال انا كنقولها انا جيم بيان سي فيلم كوم سا هو لو فيلم اللي اكسيسيبل زعما الفكره تاعنا بالنسبه لي ملي كتبت القصه حاولت نكون عندي ان استوار سامبل كلير زعما ما كاينش بنادم ما غاديش يقلب يكون عنده ماستر ما تفاش باش يفهم شنو هما لي زونجو تاع لي سوار سي لي سوار تاع اون فام ضاربه ليترالمون كما كنقولوا بالدارجه مع الوقت مع الناس مع راسها مع كل شيء وديك لا جورني تاعها في عوض ما ناخذوها من ان بوين دو في دراماتيك ونديروا عليها لي فيولون بداو نتباكوا معاها خدناها دان بوين دو في ان بو ساركاستيك ايرونيك سادير كيفاش لا سوسيتي بلا فيولونس تاعها كتحاول هي تضارب معاها بلا ان فورم دو فيولونس اي لا فورسيمون كاين بلوس دو جون في لا سوسيتي ولا العنف تاعهم واحد اللحظه غير يغلب عليها هذه أول حاجة. ثاني حاجة تنظن بأنه الطاقة الشحنة تاع العنف اللي كاينه في الدار البيضاء ما كايناش في دول ما كايناش في مدن أخرى. دونك الناس يقدروا يفهموها بلا ما يكونوا منها يعني ماشي إيزوتيريك ولا ماشي ضروري تكون بيضاوي باش حيت أنا الأفلام تاعي كلها ولا تعيش ولا تحس به. لا حيت أنا بالنسبة لي كاين واحد المبدأ الأفلام تاعي كلها دايرة على كازا كشخصية. بطريقه ولا باخرى يعني بالابيض والاسود ولا ايموريستيك ولا ديكالي ولا اونيريك كل مره كنحاول نصورها ورد منها واحد الشخصيه حيت كاينين شي حوايج عندنا نقدروا نلقاوهم في اي مدينه ولكن الجهد وطريقه الكلام والعصبيه تاع كازاوين كتعطيك واحد الشاعريه انا بالنسبه لي كتبان لي كشاعريه ملي كتفهم الفريد جاز تاعهم كتدخل معاهم وتب بزاف ديال الحوايج تقدر تلقاهم في كازا تقدر تلقاهم شويه في مدن اخرين ولكن كاع داكشي اللي كاين في مدن اخرين كتلقاه كاين في كازا اكزاكتومون وداكشي حتى واحد لا سيري كيديرها في انستغرام ديال انتايتلد فين كيبين بزاف ديال لي زيماج ديال كازا وبزاف ديال الحوايج كيوقعوا حتى هي كتحس بانه وي تري زونكاجي فيزافي لا فيل تماما واللي قال مالك يونيفرسال يعني هاد الطاقه اللي كنلقاو في الدار البيضاء كنقدروا نلقاوها بزاف ديال لي ميتروبول عبر العالم يعني هاد كونيه هاد الشحنه وهاد العنف كله تري بيان حريرة زوينة شهيتينا نتفرجوا في الفيلم ما كرهناش كون جبتيه معاك هشام ونديروا شي سياسة سينما من بعد الحلقة نمشي ونشوفوا الكويز يلا نديروا الكويز يلا. كويز كروازي ما بين هشام العسري وملك أخي غادي نبداو الكويز معاك مالك كويز كيف ما قلت كروازي دونك غنسولك أسئلة على هشام العسري وتجاوبني بصراحة صافي موجود بصراحة شنو هي نقطة القوة ديال هشام العسري؟ نقطة القوة ديال هشام العسري غير وحيدة وحيدة صافي بغيتي وحيدة بغيتي بزاف ليبيكتور أنا الإنسانية ديالو أوكي وشنو الحاجة اللي مازال خصو يخدم عليها شي شوية؟ أنه خلوي بعض الشيء أنا كنت كنتظر ما بقاش يتكرفس عليه لا 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 أوكي شنو الذكرى اللي عندك معاه اللي ما غاتنساهاش؟ وهم ذكريات المهم الذكرى هو ديال البحر من ورائكم هاد الفيلم أثر فيك بزاف عرفتي من قبيلة وأنت كتهضر عليه يا فاش طحتو سنخوني هذوك ديال بصح هذيك ما لا ما نساهاش هذيك راه مقيدة عليك يا هشام شنو الحاجة اللي فكرتي فيها وما عمرك ما قلتيها لهشام واو أنا شي صريح مع هشام هذا هو المشكل كاينش حاجه نقول لك انا ديغيكت نيشان ما كاينش شي حاجه اللي لا خليتيها ديغيكت نقول ليها كاين درتي هذه خيبه ولا درتي هذه زنه انا صريح هذا هو المشكل ديالي المشكل ديالك انت هو الصراحه اوكي الى بغيتي تقول للمشاهدين يمشيو يشوفوا مروكية حاره في جمله تشجعهم على انهم يمشيو يشوفوه منين يتاح في السينما من طبيعه الحال فيلم مشوق مشوق شكرا لك ملك اخميس ميرسي شكرا لك ملك خميس انتقلوا للكويز مع هشام العسري جاوبني بكل صراحه كلمه ولا جوج شنو هي بالنسبه لك النقطه ديال القوه ديال ملك خميس في الخدمه ديالو سي لونجاجمون سي كالكان اللي ملتزم كيبغي داكشي اللي كيدير هذه كتبان بليده تقال بحال هكا ولكن كدير فرق حيت بزاف تاع الناس كتلقاهم كيمشيو مع التيار هو سي من بين القلائل الناس اللي كممثل كاينين دي جون ما يقدروش يخدموا معاه حيت ما يقدوش عليه ما يقدوش على سي فالور سون هيومانيتي كما قال بزاف د الحوايج زوينين بحال هكا شنو الحاجه اللي باقي خاصو يخدم عليها سواء تقنيا ولا انسانيا بالنسبه لك لا مالك اللي كنعرف قبل كان تري نيرفو سيتي ان شوفالي بلون صادير كنا كنكونوا جالسين انه في القهوه تتبان لي شي بنت باغي يحقر عليها شي واحد كيمشي يضارب معاه باقا فيه راه باقا فيه مي سي با ان ديفو
ولكن بعض المرات كانت زعما ليكيفالون دو سا كنا كنصوروا كنلقى كيهضر ما كيدير لا ريجي هو البيرسوناج برينسيبال مضارب مع الناس حيدو من هنا وداك الشيء دونك مي هذا سي با ان ديفو سي برسك مينيون ما شوف سي تري تشايلديش تو انت كتجيبها فراسك سي ني بلي مينيون اوكي نو سي مينيون شنو هي احسن ذكرى عندك مع كاينين جو بونس كل عام كانوا 10 ذكريات مي تنظن بان اول مره درنا الكورميتراج الثاني تاعي سميتو الاول كنت ربحت جائزه تاع الرقاب في 2002 ولا 3 مابقيتش عاقل مي الثاني سميتو علي جناح فريستايل والثقه اللي وضع فيا كانت مهمه بزاف ليا كمخرج شاب كيبغي يتيستي واحد اللعيبه مختلفه شفتيه في ادوار واحد اخرين مع مخرجين اخرين شو بالنسبه لك اكثر دور اثر فيك لعبو وما كانش معك مع مخرج واحد اخر ولا فيلم واحد اخر اللي شتيه وقلتي مالك واعر في هذا الدور عجبني ولا قاصني ولا عطاك فكره ديال شي حاجه ديك الساعه اللي شتيه ماشي بشو قال كاع الافلام اللي دار ولكن لا شومبر نوار جو بونس ياك لا شومبر نوار كان واحد اش من عام هذا حسن مجلون 2004 2004 ما نقدرش نقول لك اثر فيا عجبني بان صاحبي مثل في لوميتراج خرج في السينما ومشيت تفرجت فيه وهضرنا عليه اكسيتيرا اكسيتيرا هنا كاين واحد الفرق ما كنبقاوش نهضروا انا ما كنعطيش حكم قيمه انا كل واحد كيدير في السينما كما دونك انا بالنسبه لي كان عندي واحد الاعتزاز كبير بزاف بان الصديق تاعي دخل السينما دار فيلم وبيرسوناج زويوان اكسيتيرا دونك كان واحد سيسا اخر سؤال واش مالك عطاك داكشي اللي بغيتيه كامل في الفيلم ديال مروكية حارة بلوس كو سانا كنحاول نخدم بواحد الطريقه فين لي زاكتور كنحطو في ان كونتيكست كيعطيوني داكشي اللي بغيت وكنعطيهم المساحه فين يزيدوا شي حوايج دي نيونس باسكو ما كت ما كنت باس با كوموند انا ما كنعترفش بلا ديريكسيون داكتور بور سي زعما داك المبدا كتحط لي كوميديان في ان كونتيكست انا في لو تورناج تاعي سي توجور درول سي توجور فان بيرسون ما تيغوت كاينش يا با طونسيون يا زيرو طونسيون في مي تورناج حيت لا طونسيون كاينه قدام الكاميرا ملي كتقلب الايه هو الممثل غيكون عارف هذه القضيه ملي كتقلب الايه كتولي لا طونسيون ورا الكاميرا قدام الكاميرا ما تيبقى والو تيبقى بنادم مخلوع دونك انا سكو جو في سي كو كنحطو في واحد لو كونتيكست فين كيتبرعوا كاكتور كتكون عندهم الحريه كاينين لو تاكسي كري اكسيتيرا ولكن كنجربوا دي نيونس باسكو حوار تقدر تقولوا ب 20000 طريقه وكاين غير واحده اللي مهمه المهم عطاك اللي بغيتي وزاد من عنده بيان سور شكرا للممثلين ملخص الكلام ملخص الكلام شكرا بزاف وغادي نمشيو طبعا ابتسام الاخر فقره باش نودعوا المشاهدين نطرحوا اخر سؤال وصلنا لنهاية الحلقة ما تخيناش بكم بجوج بغينا نعرفو من غير مروكية حارة من طبيعة الحال الجديد ديالك مالك أخميس كاين شي حويجات فين غنشوفوك في المسرح يا كاين المسرح كاين مسرحية سميتها سفر اللي احنا بصدد تورني بها ديال المخرج محمود الشاهدي مع جيلة التلمسي سيغ سين كاين مسرحية أخرى بين أنا وعادل أبا تراب وهجر الشرقي وكاين افلام كاينه الممثله ديال حسن غنجا كاين شلومو ديال محمد المروازي وكاين فيلم اللي بلجيكي مع جواد غالب جواد غالب امال اللي كنت صورته في بلجيكا وكاينه مروكيه حاره ديال هشام العسري الحاضر معنا هنا بقيمته الدار البيضاء طبعا نمشيو لمدينه الدار البيضاء بالضبط ملعب عين السماء هشام العسري نتيجه التوقيت شنو الجديد اللي كتوجد من غير الفيلم انا كملت الفيلم الجديد تاعي اللي سميتو المطرود من رحمه الله هو اول فيلم فرنسي باللغه الفرنسيه مع ممثلين فرنسيين وكيهضر على واحد البروبليماتيك اللي تاعنا تاع العرب تاع المسلمين دونك باقي في طور التوضيب يعني المونتاج ان شاء الله العام من بعد مروكية حارة غيخرج بيان سور عندي الروايه الجديده اللي غتخرج سميتها كلاود كوبويز واخا العنوان بالانجلي هو بالفرنسي مكتوب بالفرنسيه دونك فوالا كاين بزاف د الحوايج دونك ومروكية حارة من طبيعه الحال غادي يخرج ان شاء الله ابخي رمضان مارس من بعد رمضان نتمناوه في مارس 2024 شكرا لكم بزاف على حضوركم معنا وعلى اجوبتكم الصريحه والجميله شكرا لك ابتسام شكرا لك سميد شكرا للضيفين اللي كانوا معنا وصلنا طبعا لنهايه البرنامج ما سخيناش مع اللي قلتي نتلاقاو بكم ان شاء الله السبت المقبل في حلقه جديده من بوبوب شو ابتداء نهار الاثنين حلقات من بوبوب نيوز السلام عليكم